مرحبا، كيفكم بالدرس التاسع من سلسلة تعلم اللغة السويدية من الصفر؟ طيب اليوم في عنا أفعال مثل ما شايفين. اليوم أنا مبسوط، إن شاء الله على طول أنتم كمان بتضلوا مبسوطين. فاليوم عنا تصريف الأفعال، بوينينجز أوف فيرب، تصريف الأفعال. عنا ثلاث أو أربع جروبات من الأفعال، لما نعرف شو الفرق بيناتهم بين جروب 8 و 4 و 3 و 4. في فرق بيناتهم مو كثير صعب، وكل جروب بيناتهم عنده أربع تصاريف: تصريف المصدر، تصريف المضارع، الماضي والسوبينيوم، يعني الماضي التام احنا بنقول بالعربي. طيب خلينا نبلش عشان ما نضيعكم، واحدة واحدة وحتفوتوا معي بالموضوع، حيصير الموضوع سهل ان شاء الله باخر هذا الفيديو. فيرب يير اوتريك فور ان هاندلينج، الافعال بتعطي تعبير عن شيء عم يحدث. الا اتريستوند او تصريح، كيف يعني هذا الشيء؟ يعني مثلا انت لما بتقول الطفل يجري، فانت عم تعطيني صوره او عم تعطيني تصريح او حديث عن انه شو حاله الطفل. لما بتقلي مثلا الام تطبخ، فانا بعرف انه الام تطبخ، فهي عم تعطيني صوره عن شو عم يصير، الام شو عم تعمل، فهي هاي وظيفه الفعل، انه تعطيك شو عم يحدث الان. سفينسكا فير بويس ام بارت افتر تيمبوس، الضمائر السويدي او الافعال السويديه تتصرف عن طريق يعني الزمن، يعني لما بيكون الزمن مضارع له شكل، لما بيكون الماضي له شكل. باللغات الثانية مثل اللغة الفرنسية كمان الفاعل بيأثر، يعني مثل العربي. العربي عندنا إذا كان الفاعل جمع بيتغير الفعل، يعني بنقول نحن مثلا الطفل يقرأ، ولكن الطفلان يقرآن، ولكن هون الاثنين بزمن المضارع، بس لأنه صار عندنا مثنى فصار عندنا يقرآن. إذا كان عندنا جمع مثلا الأطفال يقرؤون، فالفعل هون يعني بيتأثر بالفاعل، الفاعل اللي عم يساوي هذا الفعل اذا كان جماعه ولا مفرد. باللغه السويديه ما عندنا هذا الحكي كله، باللغه السويديه بس عندنا انه الزمن ماضي مضارع هو اللي بياثر وبس، الفاعل ما له دور انه ياثر على شكل الفعل. وكان بيلا فيرا اوليكا فورمر، فورمر يعني اشكال او صيغ. انفينيتيف المصدر هي الجروند فورم، هي الصيغه الاساسيه، مثل بعد الافعال المساعده يلي حكينا عنهم فيديو من الفيديوهات، على طول بيجي انفينيتيف، على طول بيجي المصدر، فهو هيك اسمه جروند فورم. بريسنس المضارع، بريتيريتوم الماضي، وسوبينيوم الماضي التام. طيب الماضي التام هي لسه جزء من الماضي التام، شوي لقدام هلا فرجيكم شلون بصير الماضي التام يعني بالحاله العامه. سفينسك فير ديلاس ان افير اوليكا بوينينج سكروبر، الافعال السويديه تقسم الى اربع تصاريف او الى اربع تصنيفات من الفعل، يعني تصريفات للفعل. اول شيء عندنا جروب 8، هناخذ جروب عشان ما نضيع. جروب 8 هي ماجوريتين اوف دوم سفينسكا فيربين، الغالبيه من الافعال السويديه انجور ايدينا جروب، تدخل بهذا الجروب بالجروب 8. ليش؟ لانه الله سوتر بوكستافين اه، كل الافعال اللي هون لازم يخلصوا بالبوكستاف اه بالجروند فورم، يعني بالانفينيتيف بتلاقي عندنا كلهم اخذين لك اه بالاخير، براتا تالا تيتا، كل شيء بالجروند فورم اخرته اه، فمعناتها هو بالجروب 8. وبريسنس ار بريسنس بده ينتهي، هاي البريسنس بالمضارع، شايفين تي تر برا تر منتهي ب ار بالمضارع. اوك ا اد اب ابريتيرتوم بالماضي بده ينتهي ب ا اد اليك تي تا دي برا تا دي تولا دي. والسوبينيوم اخر شيء السوبينيوم، مثلا مثل عندنا نحن تي تا، هي اللي تي تا هون تي تا، فبنحط لها ات برا تا ات تولا ات، ليكون تيتات براتات طالت. طيب هاي المجموعة الأولى بيكون آ بالجرون فورم، آ إر بالمضارع، وآ إد إي بالماضي، ماشي؟ هدول الأفعال موجودين معنا، هدول أنا نقيت ثلاث أفعال، فيعني الأفعال المهمة أو أفعال أمثلة مثلا. هلا عندنا الجروب فور، الجروب فور مانو صعبين، هن فيرب بريسنس لوتر بو إير، هون عندنا الأفعال لازم بالمضارع تنتهي بإير، هون شو كانت بالمضارع بتنتهي بآ إر، شايفين لك آ إر، بينما هون بالمضارع بتنتهي بإي إر، وين المضارع؟ ستنجر، ستيلر، سوكر، لاسر، شايفين آخرتهم إي إر. والفعل بالبريتيريتوم سلوتر بو دي، ما في داعي آ إد إي مثل هون اللي كانت عندنا إياها ليك آ إد إي، بس إنه دي. إلا تي، التي هي إذا كان البريتيريتوم يعني إذا كان الماضي بينتهي بواحد من هدول الكاف وال والتي والاس او اكس، بس الفعل ينتهي بواحد من هدول، فنحن بدل ما نحط دي بالماضي بنحط تي، هي تي. فيرب هيترمانيينوم اتابورت اي اير اندلسيف فيربت بريسنس فورم، هاي كيف بنعرفها؟ هلا فرجيكم كيف. اول شيء الانفينيتيف شايفين كلهم ما فيها مشكله، بس البريسنس اللي بحدد لما بيكون اي اير معناتها هو جروب فور، هون اي اير جروب فور. طيب البريتيرتوم شايفين ستانج دي دي بس اخير، ما في ا اد اي بس دي، ستيل دي. طيب ليش هون سوك تي؟ لانه الفعل هي سوكر اي من الاي ار، شو بضل منه؟ سوك،
فاخر حرف شو عندنا؟ عندنا الكاف. قلنا لما بيكون في عندنا اخر حرف كاف اللي هدول الحروف موجودين معنا، واحد من هدول الحروف فبنحط تي اي بدل دي اي، فتي ليسر من ايم هدول الحروف اخر شيء اي ار اللي هون كاتبين احنا هي القاعده ينم التابورت اي ار، بنحذف الاي ار وبيضل معنا الفيرب. هي الفيرب حذفنا الاي ار اللي كمان موجوده، ضل معنا لاس اس بالاخير، فمعناتها بتصير لاس تي لانه الاسم من الحروف اللي اتفقنا عليه هون لكم موجود معنا الاسم هون. والسوبينيوم كمان نفس الشيء، امحي اخر اي ار مثلا، هون مثلا في عندنا وينم ستانجر ايم الاي ار بضل ستانج، فبتصير بنحط بس ات ستانكت. كمان نفس الشيء ستيلر ايم الاي ار بتصير ستيل وبنحط الات ستيلت. كمان سوكر ايم الاي ار بتصير سوك بنحط الات سوكت. ليس نفس الشيء. طيب الجروب تري ما نون صعبين، هلا صار يعني شوي شوي عم ناخذ على الموضوع. لان جروب انكلودير هذا الجروب بيتضمن الفيرب ميبار ان ستافلز. شان ستافلز يعني نطق واحد، يعني شلون لما انا عم اقول هون مثلا ليست، شايفين ليست او ليست يعني قرات مثلا، او مثلا هون وين الفعل كان مثلا هون ستيلر، فستا لير، فعندنا لفظين يعني في عندنا اللفظ عم تحسه عم يتجزأ، مو مثل الكلمات الموجوده معنا هون مثلا بالانفينيتيف، مثلا بو يعني شيء كلها نطق واحد، نو يصل كلها نطق واحد، بيرو كلها نطق واحد، ما في داعي لسانك هيك انه ينكسر يعني الصوت انه هيك ينكسر مثلا، او مثل مثلا كلمه ستانجر ستان شايف عم نوقف ستانجر، اما هون بيرو كلها مع بعضها، او نو بو هدول كلهم اسمهم انستافلز يعني نطق واحد. اوك فيرب سام هار سيت اور سبرونج اي فيرب مي بار انستافلز، يعني بيكون بالمصدر تبعه بالانفينيتيف له ستافلز واحد. شايفين احنا بنشوف اهم شيء عندنا الانفينيتيف المصدر. فيرب بريسنس الفعل بالمضارع سلوتر بو ار، بس ما في داعي لا ار ولا اير، هون شايفين بور نور بيرور. فيرب بريتيوتوم سلوتر بو اد اد اي، يعني مثل هي بتصير بود دي نود دي بيرود دي بيرود دي نود دي، شايفين اد اد اد. طيب والتام بس بنحط اتتين بوت نوت بيروت بوت نوت بيروت، شايفين بس تنتين ات تنتين ات تنتين ات. ما اعتقد في صعوبه هي الفيرب الجروب الثلاثه، اعتقد مو كثير صعبه لانه هو يعني بتميزه لانه كثير قصار هن الافعال بالانفينيتيف بالمصدر لحتى يكون هيك له نطق واحد. ضل في عندنا الجروب فيرا، هو الجروب فيرا اصعب شيء عندنا باللغه السويديه. الفيرب جروب فيرا هن ستاركا واوريجل بوندا فيرب، الافعال القويه والغير منتظمه او الشاذه نحن بنسميها. الستاركا القويه الكبيره مثلا ممكن يكونوا، او اوريجل بوندا والغير نظاميين يعني الشاذين بلاسيراس اوفتا يسمى كاتيجوري، بنحطه دائما او غالبا بنفس القائمه او بنفس التصنيف. افتر شون بسبب دوم انت فوليار اتي من سام بوينينج سيستم، لانه ما بيتبعوا تصنيف معين او تصنيف مشترك. مسلما لا رسي ديرس بوينينجز فورمر ان اوتانتيل، لازم الواحد يحفظ كيف انه بيتصنفوا عن غيب. اوتانتيل يعني انه ظهر عن ظهر قلبين، معنى انه يعني انك تحفظهم بدون ما تطلع عليهم. طيب امثل عليهم بالانفينيتيف المصدر سكريفا هينا فيليا يي يعطي. برايكم سكريفا بالماضي شلون حتصير؟ ما بعرف اذا انتم حافظينها مثلا او شيء، بتصير سكريف ثواني، اول شيء عندنا بالمضارع اسف انا فورا نطيت للماضي. سكريفا بالمصدر بتصير سكريفر، هنا هنر، فيليا فيل اعتقد، يي يير بالمضارع. طب بالماضي سكريفا بتصير سكريف، هلا حكيت انا هنا ليك هون هنا بتصير هان ما يدب الان هان، هيك بتشد على الان او والهي الآ اللي هون حتكون قصيره. اما الفرق بينه وبين هان، هان هذيك الآ طويله، اما هون هان هيك هان ان بنشد على الان ومنقصر الآ. فيلي ماضي من كلمه فيل هو فيلي، واخر وحده يير بتصير جاف، جاف بالماضي. هدول حفظ ما في داعي يعني الواحد ما في ما في قاعده تبعه. بالسبينيوم سكري هي سكري بتصير سكريفيت، سكريف بتصير سكريفيت، شايفين مع الحالتين لسه في تي بالاخير. سوبينيوم اللي بيميزه انه في على طول بالاخير تي، اما هدول اللي شايفين ما عاد في دي او اد اي او او حرف الاد يعني بالاخير. ها هي هن هنت فيلي فيلات جاف يت، ليكون يت فيلات، شايفين كلهم اخرتهم حرف التاء بالاخير. طيب اوبسرفيرا ملاحظه، بيرفكت الفعل بالبيرفكت بالتام
بسكريبر فول بوردد هاندلنج، بيوصف حدث وانتهى، يعني شيء صار وانتهى. البيرفكت بيوصف بالماضي انه شيء صار وانتهى وخلص، ولكن البلو سكفان بيرفكت الماضي كمان هذا ماضي تام، الاثنين ماضي تام، بس الماضي التام هذا البلو سكفان بيرفكت بيوصف فعل صار بالماضي ان نوجت انط هندي قبل ما يحدث شيء. يعني مثل مثلا انا كنت عم بطبخ لما بعدين مطرت، الاثنين صاروا بالماضي، انه يعني انا طبخت بالماضي ومطرت بالماضي، ولكن اني طبخت قبل ما تمطر. فهذا البلوس كوفان بيرفكت اللي بيميزه عن البيرفكت. الاثنين بيلدا سينوم اتيسبتدين كوركتا فورمين، نحط التصريف الصحيح من الفيرب ها، لازم نحط ها التصريف الصحيح منه قبل فرام فور، قبل السوبينيوم فورم، قبل تصريف السوبينيوم. سين ايضا شوف الامثله تحت، انفينيتيف عندنا تيتا، السوبينيوم تبع تيتات هي اخذناها فوق هلا قبل شوي. البيرفكت بنحط هار على طول قبل الكلمه، بنحط على طول هار تيتات، وبنختار السوبينيوم على طول. هذا السوبينيوم بيجي مع الهار هون بهالحاله. اما البلوسك فان بيرفكت على طول عندهم هاد والسوبينيوم نفسه بعده تيتات، فالاثنين عندهم سوبينيوم، فالسوبينيوم ما بيوصف اذا هو بيرفكت ولا بلوسك فان بيرفكت لحاله، لازم يكون في قبله. اذا قبله هار بتصير بيرفكت، اذا قبله هاد بتصير بلوسك فان بيرفكت. هذا حنحكي عنه في فيديو لحاله مفصل مشان ما اضيعكم هلا، بس هيك حكينا كيف ان تصريف يعني تشكيل الافعال باربع جروبات. بتمنى ما يكون صعب عليكم الفيديو، يعني ان شاء الله يكون سهل ما كان صعب. اكتبوا لي بالتعليقات شو حابين نعمل الفيديو الجاي، ان شاء الله حيكون ملتزمين يعني بالسلسله، بس انه اكتبوا لي شو حابين قواعد، شو حابين ركز اكثر، شو رايكم، شو نعمل شو ما نعمل. وقريبا ان شاء الله حاعمل لايف على اليوتيوب، عم حاول ظبطها بس لسه ما بعرف كيف، فتابعونا لحتى يوصلكم كل جديد. بشوفكم فيديو جاي وسلام.